سلام يا سيف، لو احنا ماشيين كده نلاقي حاجة يخلينا اغنياء يبقى معانا فلوس كتير. اجيب لك عربية واجيب لك عجلة ونسكن في فيلا. ونسكن في فيلا. فتحت ايه؟ انا اللي جاي اخلصكم من الفقر اللي انتوا عايشين فيه. خلصنا من الفقر اللي انت عايشين فيه يا سيف، هنبقى اغنياء وعندنا عربيات وفلل وانا نكنك. انت مين يا عم اللي هتخلصنا من الفقر اللي احنا عايشين فيه؟ انا اسرائيل. اسرائيل؟ لما يا سيف اجري اجري يا سيف اجري يا حبيبي. شاف الفيديو وعجبه ما ينساش الاشتراك في القناة، وما ينساش يزعر يدوس على لايك، يعملنا لايك عشان خاطر نظهر للناس والحاجات اللي عندنا اللي احنا بنقدمها الناس كلها تتفرج عليها. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. لو ماسين تعملوا اشتراك في القناة. هجاوبت بقى العسل ده، يقول لكم اشتركوا في قناتي، وانتوا مش عايزين تشتركوا اتفرجوا بس، اشتركوا بقى في قناته ودوسوا لايك.